بمجرد ما أن علمت السفارة بذلك الخطأ الذي أظهر خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية، تدخلت على أكثر من مستوى ولدى جهات مختلفة، على رأسها وزارة الخارجية المصرية. وبعد نصف ساعة اتصل بي وزير الشباب والرياضة المصري الذي قدم باسمه وباسم الحكومة المصرية اعتذار على ذلك الخطأ غير المقصود، والذي ارتكبته شركة الإنتاج، هي التي ارتكبت ذلك الخطأ ولم تجز أو لم تعمل على إجازة الفيديو ولا الصورة من طرف الهيئة المنظمة. إنه في بعض الأحيان بعض التقنيين لا تكون لديهم الخلفية الكافية في والحساسية لمثل هذه الأمور، فهيئ الشريط وبدأ في إذاعته أو بثه دون أن يعرض ذلك على الجهة. فإذا هو خطأ غير مقصود كما أكد ذلك السيد وزير الشباب والرياضة المصري، وتم إصلاح الخطأ بعد حوالي ساعة من الحدث، وانتهى الأمر، وصدر كذلك اعتذار عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعن الاتحاد المصري لكرة القدم. إذن الموضوع ينحصر في خطأ ناتج عن شركة الإنتاج.